هسا حبايبي راح اشغل العين على اعلى درجه وراح ابدي اسوي الشيره مثل ما قلت، كوبين من الشكر وكوب من الماي، وراح اخلط الشكر ويا الماي حتى يذوب. من اشوف الشكر ذاب راح اضيف الربع خاشوقة صغيرة من الليموندوزي، او اذا عندكم عصير ربع خاشوقة صغيرة عصير ليمون تقدرون تستعملون. راح اظل احرك الى ان يذوب الشكر. من اول ما يبدي بالغليان مثل ما قلت راح انصي النار وخليها الشيرة ما تاخذ يعني تاخذ وقت تقريبا 10 دقائق. هسه بدت راح اني انصيها على الميديم يعني على النار الوسط. شوفوها من تلتصق بالماعون يعني هاي صارت، وهنا التصقت بالماعون شوفوها مدى تنزل، فهاي يعني هي اوكي. فراح اطفي عليها هسه وهي حارة، راح اخلي الشيرة فوقاتها هاي الطريقة.